بنرحب بالنائب خالد صالح ابو زهاد في حوار لبوابه اخبار اليوم. اهلا بك يا سياده النائب. اهلا وسهلا مرحبا. حضرتك انت ممثل من ضمن اعضاء اللجنه الاقتصاديه في البرلمان في مجموعه من التشريعات والقوانين بصدد اقرارها في اللجنه اللي تتبعها حضرتك. كنا حابين نعرف ماذا توصلتم فيها حتى الان. في اللجنه الاقتصاديه في كان معنا الدكتور يعني رئيس المقرر اللجنة، فيه عدد من المشروعات، عدد من المشروعات قوانين واقتراحات بقوانين فيها الحياة المنظمة لإنشاء شركات المساهمة، فيها حياة المناصبة لأوراق التداول الأوراق المالية في البورصة، فيها حياة بالنسبة للمناطق الصناعية الحرة، فيها بالنسبة للعديد من التشريعات الاقتصادية المطلوبة ضرورية فيها التسهيل على المستثمرين الأجانب حتى والمستثمرين الوطنيين بحيث كل يصب في مصلحة الاقتصاد القومي. عدد القوانين المطروحة عليكم كام؟ عدد القوانين المطروحة على المجلس في حدود أكثر من 450 قانون، حاليا انتهينا من عدد كبير منهم على أساس أنه إحنا في المرحلة دي بنحاول إقرار القوانين مع وجود بعض التحفظات عليها، وكان هناك مفهوم خاطئ شائع لدى البعض انه القانون مجرد اقراره لا يمكن الاقتراب منه او المساس به في التعديلات القادمه، لكن هذا الكلام قانونيا يعتبر مفهوم خاطئ. احنا بنقر هذه القوانين في المرحله الموجوده حاليا، ولا زال ما يكون باب التعديل او الاقتراح او التغيير في النصوص القانونيه اللي تم اقرارها الان مفتوح منذ الساعة التي تم فيها إقرار القانون. لو تكلمنا عن اللجنة الاقتصادية بشكل خاص، هل كم قانون فيها؟ اللجنة الاقتصادية فيها أكثر من تقريبا 14 قانون. في بعض القوانين كان لي بعض السادة النواب ملاحظات عليها في اللجنة الاقتصادية، كنا حابين نعرف إيه اللي وصلت فيه. بعض زي الضريبة على الأوراق البورصة الأوراق المالية، كان فيه القانون فيها انه يجوز للوزير تحديد 2% ضريبه على تداول الاوراق الماليه وبواقع بحد 500,000، فكنا دي اقتراحنا انه تكون بواقع 50,000 فقط لا غير. وفي برضه اقتراحات بحاجات كثيره في اللجنه اقرتها، لكن فضلنا الان اجتياز مرحله اقرار التشريعات ديت على اساس انه لانه هناك فيه خطا او مش خطا يعني فيه تهديد للمجلس كله بالحل في وفقا للدستور في حاله عدم اقرار هذه القوانين في ال 15 يوم الاولى للفصل التشريعي الاول لاقرارها. فلو ما تمش اقرار القوانين ديت يعتبر فيه تهديد بحل المجلس باكمله، والبلد الآن يعني كله بينشد الاستقرار وكله بيأمل على هذا المجلس من المشروعات الكثيرة. فإحنا فضلنا أنه نقر هذه القوانين الآن بصفة عالية لعدة أسباب. السبب الأولاني أنه الدستور نص على أنه ديت يبقى نتوافق مع الدستور من ناحية، ومن ناحية تانية أنه هذه القوانين ممكن في وقت لاحق احتفظت اللجان اللي أقرت هذه القوانين احتفظت بملاحظاتها على القوانين ديت، ملاحظاتها انه نيجي في يوم من الايام نعدل من القوانين اللي احنا شفنا عليها تحفظات او تعليقات او اقتراحات بقوانين او ملاحظات او لفت انتباه في بعض هذه القوانين. هل من المنتظر بعد اقرار المشروعات القوانين دي رسميا في البرلمان يتم عليها بعض التعديلات او الاجراءات اخرى بعد اقرارها؟ القرارات والاقتراحات بقوانين ديت في عدد كبير منها عليه ملاحظات زي ما تفضل. احنا ان شاء الله باذن الله مجرد ما تنتهي اقرار هذه القوانين راح نبدا في ترتيب اولوياتنا الاهم فالمهم في انه نعمل زي اعاده هيكل لهذه القوانين، وخاصه القوانين اللي هي فيها مساس بمصالح كبيره للمواطنين. لك باع في الاستثمار بشكل عام قبل خوضك البرلمان، وفي بعض الدول العربية لك بعض الاستثمارات ولك الأنشطة الأخرى، كنا حابين نعرف هل بيئة الاستثمار في مصر جاذبة الآن أم تحتاج إلى أشياء أخرى؟
والله هو اللي احنا بننشده الان انه ننشده الان تذليل العقبات امام المستثمرين، تهيئة الجو في المناطق الحرة الموجودة في مصر. مصر بلد عظيمة وكبيرة وفيها يعني تعتبر جاذبة للاستثمار، لكن مع إزالة العوائق بالذات في الشباك الموحد للمستثمرين، في إزالة بعض العوائق، لأنه كان في الفترة اللي فاتت أكثر من رجال أعمال يعني شكونا بصفة عامة من بعض العوائق، والعوائق دي إن شاء الله بإذن الله ممكن تذليلها وإزالة العقبات فيها. على سبيل المثال أي مستثمر بيحب إن هو يعني أول العقبات كله متوجه سخيفة من عدم القدرة على استعادة رأس ماله في المشروع وتحويله بالعملة الصعبة إلى الأماكن اللي تم تحويل الفلوس منها. على سبيل المثال أنت عندك في مصر صفقة أو مشروع صناعي عندك دراسة جدولي خلال 5 سنوات ممكن تأخذ عائد. طب أنت العائد ده عندك صفقة في الدولة، دولة ولتكن دولة خليجية أو دولة أوروبية أو دولة أمريكية، فانت في الحاله دي عايز ترجع الفلوس اللي انت استثمرتها. طبعا في عقبات، كله متخوف من معوقات استرداد راس ماله بالدولار، دي واحد. المعوق الثاني ان هو ارتفاع سعر الفائده في مصر. يعني اديك على سبيل المثال، مثلا رؤيتنا للاقتصاد القومي هنا على الشكل التالي: رافع سعر الفائدة، يعني احنا عندنا سعر الفائدة 13.5 محددها البنك المركزي، يعني من 12 ل 13.5 14. تيجي في الولايات المتحدة الأمريكية سعر الفائدة لا يتجاوز 1%، 0.5%، بريطانيا نفس الكلام، في المملكة العربية السعودية من 3 ل 4%. تيجي في جمهورية مصر العربية تلاقي سعر الفائدة في حدود 13.5-14%. هذا الكلام هو اللي جعل عدد كبير من رجال الأعمال في مصر يتحول إلى إنه هو إما يسجع أراضي، إما إنه هو يشتري حاجات من أملاك الدولة أو يتحايل أو يلف. ليه؟ لأنه سعر الفائدة الموجود ك 14%. طيب أنا لما أدفع للبنوك 14% وراح أدفع أنا كمان بعدها يعني أمور تشغيل وتصريف وتصريف الأعمال والشغل بتاعك أنت كمستثمر، يعني تكلف نفقات تشغيل وتصنيع وإنتاج 14%، 14% زائد 14% فائدة 28%. ال 28% دي تعتبر يعني تكلفة كوست. طب أنا راح أربح إيه؟ فواجب يعني أنا وجهة نظر مختلفة في الاقتصاد المصري إنه لازم تقليل حجم سعر الفائدة. هذا هو يعتبر دافع بشكل رئيسي يعني تشجيع عجلة الانتاج للدوران بشكل جيد وفق آليات السوق. لكن وضع 14% بنوك تعتبر أكبر معوق، وهي اللي بتخلي بعد كده المستثمرين بيروحوا في حيص بيص. دي أهم شيء يعتبر معوق أساسي في دي. فإحنا إن شاء الله بإذن الله في القوانين الاقتصادية الموجودة، يعني النهاردة كانت حتى في القروض الممنوحة للشباب في المشاريع المتناهية الصغر بلاش في المشروعات الكبيرة نفس الكلام، برضو سعر الفائدة العالي بيعتبر هو اللي بيدمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة. تكلمنا على العدنا مرة أخرى من القوانين أو الاستثمار بشكل عام، نعود تاني لقانون الخدمة الوطنية أو الخدمة العامة في مصر. بعض اللغط دار عليه قبل ما ينعقد من برلمانكم الموقر، بعض الاعتراضات كانت كتيرة عليه. البرلمان أو اللجنة اللي كانت منوطة بنقشة القانون رفضته. كنا عايزين نعرف تقييمكم بشكل عام في البرلمان إيه القانون؟ وقانون الخدمة المدنية لازال في لغط حوله بين مؤيد وبين معارض، لكن احنا في دراسة هذا القانون بشكل أول وأخير يجب تقديم مصلحة الوطن مصر أولا فعلا فوق المصلحة العليا، تفضل على المصلحة الخاصة بكل الأشكال. وإحنا في مرحلة حرجة يجب فيها تقديم الصالح العام على الصالح الخاص، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى من الله إنه يحصل نوع من التوافق بين أعضاء البرلمان، إما بإرجاء التصويت على هذا القانون وإدخال بعض التعديلات عليه للتوافق البرلماني عليه، وإما إنه إحنا بنشوف إيه اللي ممكن
يعني نعمله للكلام ده طبعا وفق رؤية شاملة، وممكن وفق رؤية مجتمعية نشوف احنا هنعمل ايه في القانون، لانه لسه ما تمش. البرلمان فيه 600 نائب، ما تقدرش انا اقدرش، انا طبعا غير مخول بالحديث او غير ناطق اعلامي باسم اخر السادة الاعضاء، انا احدهم ورأيي يمثل جزء وليست الكل. بالنسبة للسادة الأعضاء هم أصحاب قرار وأصحاب سيادة، سيادة للشعب، وهم كلهم نعرف نعبر ونشوف إن شاء الله وفق أصول الديمقراطية أن الرأي للأغلبية وليست الرأي للأقلية، ونشوف إيه اللي ممكن يصل. أغلب القوانين اللي صدرت أو مشروعات القوانين اللي صدرت قبل انعقاد البرلمان ترتبت عليها أشياء أخرى ومشاريع في مصر واستثمارات في مصر وقضايا في مصر، إيه هتواجهها إزاي القصة والأزمة دي الفترة اللي جاية؟ إحنا معظم القوانين زي ما كلمت سيادتك من شوية، معظم القوانين اللي قدمت لينا تمت موافقة عليها، إلا بعض القوانين البسيطة زي قوانين زي قانون مثلا التقاضي بالنسبة للمستثمر مع الدولة. وهذا الموضوع يعني المستثمر مع الدولة احنا قلنا انه لا ضرر ولا ضرار، ما في داعي ان احنا نستعجل الان ونطلق انه القرار ده كان فيه باعتراضات من بعض السادة النواب، وان شاء الله بإذن الله نصل فيها الى حل، وراح تم اعادتها للجنه، وطلب النواب انه الطعن يكون على العقود اللي بين المستثمر وبين الدوله، يكون المواطن فيها صاحب صفه حتى لا يهدر، بحيث يكون هناك وثيقه مبادئ لا يهدر فيها حق المستثمر من ناحيه ولا يهدر فيها حق المواطنين والدوله من ناحيه اخرى. أما عن الدفع بأنه الحكومة بتدفع بأنه المستثمر بيقاضي الدولة في أمام محاكم أجنبية وغيره، إحنا بنقول أنه طالما أنه العقد شريعة المتعاقدين منذ البداية، وأنه العقد واضح وشفاف وبوجود الجهات الرقابية، أنا أعتقد أنه لن يكون هناك لبس في العقود، بالعكس هتكون تتضح الرؤية كاملة بيننا وبين المستثمر. كنت بتمثل الصعيد او نائب برلمان عن احد مدن الصعيد وهي جهينه بمحافظه سوهاج، بتعاني الامرين من سوء في الخدمات الصحيه والمرافق بشكل عام وما شابه ذلك، كنا عايزين نعرف حضرتك هتواجه ازاي المشاكل اللي فيها وخاصه العلاج. احنا عندنا في الصعيد في جمهوريه مصر العربيه بشكل عام وفي محافظة سوهاج بشكل خاص، أنا بتكلم برضو عن دائرتي جهينة، إحنا عندنا مشكلة يعني فعلا كبيرة جدا في قطاع الصحة، في تقريبا مش عايز أقول انهيار كامل في المنظومة، لكن أقول إنه في فشل في المنظومة، وإن شاء الله بإذن الله نتوافق على رؤية محددة للخروج بصحة تليق بالمواطن المصري سواء في الصعيد أو غير الصعيد، لأن المنظومة دي تعتريها بعض يعني مواطن القصور والخلل على جميع الأصعد، سواء فيما يمس حاجة الطبيب في مستوى معيشة معين، مستوى معيشة معين، أو اعتبار أن الصعيد محافظة سوهاج إحدى المناطق النائية، وبالتالي رفع مستوى كفاءة الجهاز الإداري الطبي من أعلاه إلى أدناه. فإحنا إن شاء الله بإذن الله في هذا الكلام كله سوف يناقش ويطرح بهدوء وفق أطر تتناسب المواطن إن شاء الله، كلها تصب في مصلحة المواطن، سواء في إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية، سواء في تدريب الأطباء الجيدين أو في تأهيلهم هم والحكماء، أو في إنه التوجيه على كليات الطب على التخصصات النادرة والتوسع فيها، بحيث يقدر نلبوا. إحنا مصر بلد كبيرة وبلد عظيمة وبترولنا في عقولنا، إحنا في يعتبر في وسط الوطن العربي إحنا الأم وإحنا الأقدر وإحنا البلد الكبيرة المثقف المتعلم، عندنا أكبر عدد من الأطباء والمهندسين، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نطرح رؤية محددة ونخرج بقطاع الصحة تحديدا. هذا من ناحية. في قطاعات ثانية وصلتها الخلل وهي قطاع البنية التحتية من صرف صحي،
من صرف صحي ومن مية حلوة طبعا هم أساس العمل. القطاع الصحي، قطاع الصرف الصحي جاري على قدم وساق. البلد كانت في حالة خلل كبير منذ 4 سنوات، أجهزة الدولة تكاد تكون غايبة، لكن الحمد لله رجعت الآن الأجهزة بكاملها. وجد برلمان رقابي، جهات رقابية، وجدت أجهزة إن شاء الله بإذن الله تعالج أماكن ومواطن الخلل والقصور فيها، سواء على مستوى الصرف الصحي، سواء المياه الحلوة، سواء على كل أمور البنية التحتية الموجودة في الدولة إن شاء الله بإذن الله، بالإضافة إلى القطاع الصحي، لأن القطاع الصحي يعتبر هو أساس كل شيء. حضرتك لو تكلمنا عن المناطق الصناعية الموجودة في سوهاج، هنلاقي الكوثر من أقدم المناطق الموجودة على مستوى الجمهورية كمنطقة صناعية، تلاها بعد ذلك عدة مناطق من ضمنها مشروع غرب تحتها. كنا حابين نعرف إيه معوقات الاستثمار فيها هناك، البيئة هل غير جاذبة، هل مشاكل نقل، هل مشاكل نوعية الصناعة اللي بنصنعها هناك أو التخصص الصناعي، إيه بالظبط؟ زي ما سبق كلمت سيادتك إنه بالنسبة لي تعتبر البلد في خلال 4 سنوات الماضية ديت لا تحاسبنا على أي شيء فيها، لأنه تعتبر من بداية 2011 من 25 يناير وما تلاها البلد كانت في حالة غيبة كاملة في الصناعة والزراعة والتجارة، وبالتالي قطاع الصناعي برضو تأثر سواء في البلد كله بشكل عام وفي سوهاج جزء من مصر، في غرب طحطة، في غرب جرجة، كل المشروعات دي تقريبا تكاد تكون توقفت. لكن أنا عندي أمل كبير في أنه إحنا زي ما قلت لسيادتك أنه إحنا المصريين بترولنا في عقولنا، وإحنا اللي بنينا دول الخليج، إحنا اللي بنينا دول كثيرة، ما نقدرش نبني نفسنا إزاي؟ إحنا عندنا طيور مهاجرة كثيرة من أوروبا لحد الشرق لحد الغرب لحد دول الخليج، والناس دي تتمنى الفرصة اليوم قبل الغد في إن ممكن ترجع ونبني ونحط. احنا متلقين أكثر من عرض من مستثمرين إنه مجرد انتخاب المجلس إن شاء الله، وإنه تستقر الأمور، ناس كثيرة جاية راح تستثمر في مصر، لأنه مصر بلد واعدة كبيرة، وبعدين مصر تتوتع بمزايا كبيرة جدا، يعني سواء في الطقس، سواء في المياه العذبة، سواء في الأجواء العامة، سواء تعتبر مصر بلد يعني سياحة من الدرجة الأولى، سياحة بأجواءها، سياحة تعتبر مصر يعني من أفضل البلاد العربية جذب طالما استقرت الأوضاع السياسية فيها، لأنه لا استقرار للاقتصاد بدون استقرار السياسة. أجرينا حوار مؤخرا مع وزير البيئة، تحدث فيه عن صلاحية الفحم وإنشاء موانئ خاصة ليه ومراكب خاصة ليه لاستخدام الفحم في الصناعة. هناك بعض الملاحظات من بعض الجهات الأخرى بخلاف وزارة البيئة على استخدام الفحم، نجد من ناحية أخرى هناك برضو اختلاف حول استخدام الطاقة الجديدة المتجددة لارتفاع تكلفتها وقلة الأداء بتاعها، تنفع مشروع سياحي ما تنفعش في مشروع صناعي. هل هناك يكون اتجاه آخر لإنتاج الطاقة من طاقة نووية أو طاقة خلاف طاقة أخرى؟ في موجود هذا الفحم، ليست بدعة ولكن موجود في مصانع كثيرة حول العالم، فيه برضو استخدام الطاقة النووية السلمية في الانتاج الكهرباء، يعني في بدائل كثيرة لهدية، يعني إن شاء الله بإذن الله كله ده يعني مقدور عليه، ليست بالصعوبة مكان. الحاجة الأخيرة، لدينا وزارة استحدثت مؤخرا وزارة الهجرة، حضرتك أحد المستثمرين المصريين بالخارج وتعد من السفراء الممثلين لمصر، كنا نحب نعرف ايه دور الوزارة معاكم في الفترة اللي فاتت، هل كان لها دور ملموس، كان لها ايجابيات، كان لها سلبيات، نعرف ايه بالظبط دور. بالنسبة لوزارة الهجرة تعتبر وزارة مستحدثة، مش كده؟ وزارة مستحدثة لسه لم تؤتي اكلها نظرا لقصر المدة اللي تولت فيها إدارة الهجرة، لأنه إحنا في عدد مثلا أديك على سبيل المثال إحنا أكثر من 9 مليون في دول الخليج بس، فهل تقدر الوزارة تلتقي بكل هؤلاء في تلك الفترة الوجيزة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إجراء من قبلكم كمستثمرين وكمصريين مقيمين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة ودعوة تطوير المهاجرة للاستثمار، ما جدوى ذلك؟ بلا شك انه
تهيئة أولا المناخ في الداخل بالإضافة إلى قنوات الاتصال في الخارج. وبعدين يعني الناس هنا ما فيش حد ما يعرفش إيه المناخ من الداخل. كل ما تكون مستقرة الأمور بتلاقي من بدون اتصال بدون شيء راح تلاقي الناس رجعت واستثمرت في بلدها. أضرب لك على سبيل المثال بالنسبة لمحافظة سوهاج، لا يوجد فيها مصدر لمصادر الصناعة على الإطلاق مثلا حاليا، يعني ومع ذلك سعر متر الأرض في سوهاج ب100,000 ومن 80 إلى 100,000. منين ده جات؟ نظرا لوجود الطيور المهاجرة والتحويلات الأجنبية اللي رفعت قيمة الأراضي في المحافظة. هذا الكلام من جميع تعتبر مراكز محافظة سوهاج، سواء جرجة سواء المنشاه سواء البليانة سواء جهينة ضحضة طماق، هذه المراكز كلها ساهمت بخيرة أبنائها في بناء الدول الخارجية. فما بالك هم إذا وجدت بلدهم في الباب من باب أولى أن احنا نعمر في الداخل زي ما عمرنا في الخارج. فهذا الكلام يعتبر من ناحية أخرى هو معول اللي احنا مأملين عليه، إنه مجرد ما استقر الاستقرار السياسي هو اللي راح يجيب الاستقرار الاقتصادي. ودي الدولة كلها عازمة الآن على الاستقرار والهدوء، وكل طالما البرلمان شايف بادئ بداية قوية وبداية جيدة جدا إن شاء الله بإذن الله، وربنا يجعلنا عند ثقة الشعب في تحقيق طموحاته وتطلعاته. كمستثمر في 2012 اشتريت أغلى قطعة أرض في سوهاج، ونعلم الآن أنك تقيم عليها في أحد الفنادق السياحية. هل محافظة سوهاج من المدن الجاذبة للسياحة أو التي يمكن أن يتم فيها استثمار سياحي؟ محافظة سوهاج فيها العديد من مصادر تعتبر جاذبة للسياحة، لكن لم تجد الترويج لها بالشكل الجيد. انت عندك فيها عدد من الأماكن السياحية الهامة اللي يقصدها الزوار في سوهاج، في أخميم، في معبد أبيدوس، في كل الأماكن فيها أماكن سياحية من ناحية. بالإضافة انه محافظة سوهاج تعتبر من المحافظات الهادئة اللي هي على ضفاف النيل، هادئة ومستقرة وفيها أماكن جذب سياحي كثيرة، لكن لحد الآن لم يتم عمل مشروع ترفيهي سياحي كبير فيها. لم يتم عمل، يعني محروم من بعض الخدمات، لكن الآن طبعا فيها أكثر من مشروع. احنا بنعمل برضه في جامعة خاصة فيها تانية بتبقى يعني مستجب لأيوة تمام. فمقصد الكلام انه كل ما تكون انت عندك في سوهاج يعني فيها القامة موجودة والتربة صالحة للغرس فيها، لكن بالاستقرار السياسي زي ما تفضلت راح يجي الاستقرار الاقتصادي، وأملنا فكرة كبير لأنه محافظة سوهاج فيها تعتبر المحافظات الواعدة، واعدة رقم واحد بأبنائها، واعدة رقم اثنين رقم واحد ثم رقم واحد شبابها المهاجر وشبابها المقيم وشبابها اللي بين. يعني النهاردة من ضمن المفاجآت اللي جات في المجلس هنا، لو انت حسبت على الهوية تلاقي 60% من أعضاء مجلس النواب من سوهاج، 60% من سوهاج، يعني منهم اللي هم سواء كانوا بشكل أساسي أو بشكل احتياطي يعني موجودين في بلاد تاني. اللي نجح في الطلبية من سوهاج، اللي نجح في إمبابة من سوهاج، اللي نجح مثلا في البدرشين من سوهاج، اللي نجح في اسكندرية من سوهاج. لو انت حسبت على الهوية والموطن تلاقي 60% من أعضاء مجلس النواب دول من سوهاج لو حسبت على الهوية. احنا كان نفسنا مقدمين على مرحلة كبيرة الآن. هو الدستور ما ألزمش الحكومة بالاستقالة مجرد انتخاب البرلمان، لكن أنا وجهة نظري يجب تغيير كل شيء حتى تكون الأمور الجديدة دي تخضع لسلطة البرلمان وتخضع لسلطة رئيس الجمهورية. في أننا كنا عايزين تغيير الوجوه إن شاء الله بإذن الله. يعني أتكلم عن وجهة نظر الشخصية ولست ناطق إعلامي باسم المجلس، أحكي عن وجهة نظر الشخصية أنه طالما تم انتخاب برلمان أو مع مجلس نواب جديد يعني ما فيش ما يمنع من إعادة النظر في الحكومة، يعني وتقديم كشف حساب للوزراء اللي هم أنتجوا غير واللي ما أنتجوش غير. يعني احنا عايزين برضو حكومة أقوى من الحكومة الحالية.